يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قليل بتصريحات وصفت بأنها ستكون دراماتيكية. عن هذا الموضوع نتحدث إلى الكاتب والمحلل السياسي السيد عودي بشارات، ينضم إلي عبر سكايب. أهلا بك سيد بشارات. أولا، ما هو المتوقع؟ كثيرة هي السيناريوهات ونحن في آونة انتخابات. يعني نتنياهو لن يكف عن إطلاق مثل هذه التصريحات والمبادرات ووصفها بالدراماتيكية من هنا حتى مارك الانتخابات. هو يريد أن يحتل يعني المجال الإعلامي والانتخابي خلال السبعة أيام أو ستة أيام القادمة من أجل أن يمنع أي أجندة ثانية من الممكن أن تحضر على الساحة السياسية. من الممكن نتحدث الآن عن مرة أخرى عن قضية الكاميرات، ما أنه يعني هنالك تصريح ورد في آرس قبل قليل أنه بالرغم من عدم استطاعته أن يفعل ذلك أمس سيفعل ذلك غدا، وبالتالي فحتى لو لم يقر وبالتأكيد لن يقر قبل الانتخابات فهو سيضع هذا الموضوع على جدول البحث. ولذلك كل ما يفعله نتنياهو في هذه الأيام مربوط بالمعركة الانتخابية، وحتى الأمور السياسية الهامة التي تهم إسرائيل كدولة وأمنيا وما إلى ذلك هي أيضا خاضعة لاعتباراته السياسية، مثل ما جرى أمس حينما أعلن عن مؤتمر صحفي يعني دراماتيكي بأنه سيقول أشياء كثيرة، وتحدث عن إيران وعن مواقع تم اكتشاف فيها بها عمل نووي، وهذا أثار انتقاد قوى أمنية التي اعتبرت ذلك يعني ليس بالأمر الصحيح. طيب سيد عودي، بعض الصحفيين الإسرائيليين قالوا أنه قد يتطرق أيضا إلى مسألة ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية أو مناطق في الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، هل هذا السيناريو واقعي برأيك؟ واضح، يعني هنالك نقاش داخل الليكود ومع نتنياهو شخصيا بالنسبة لموقع حزب عصمة يهوديت الذي يعني من الممكن إذا خسر الانتخابات أن يخسر تكتل نتنياهو 4 مقاعد، وبالتالي سيمنعه من قطعيا من إقامة الحكومة. فهو يريد أن يضغط على مصوتي هذا الحزب بأن يقول لهم أنني سأشرع وما إلى ذلك من أمور حتى ترضيهم، وبالتالي هو يستخدم القضية السياسية والقضية الاستراتيجية في كما ذكرت لك في خدمة استراتيجيته. واستراتيجيته الآن تقول أنه يجب على حزب عصمة يهوديت أن يتنازل عن الانتخابات وأن يذهب مصوته إلى الأحزاب اليمينية. لكن هل يذهب نتنياهو إلى تصريح يعني سياسي بهذا الحجم مع كل المخاطر والمجازفة التي فيه من أجل الانتخابات؟ يعني هو قال ذلك ويقول ذلك، يعني هو يفعل ذلك على الأقل في الواقع، أنه يحاول أن يلغي كل العلامات المميزة للدولة الفلسطينية وضمن ذلك ضم المستوطنات. فبالتالي يعني يمكن رأي ذلك كأمر سياسي يعني له أبعاد كبيرة وممكن تكون خطيرة على مستقبل الشرق الأوسط ومستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وممكن أيضا رؤية ذلك في إطار حملته الانتخابية التي هو مستعد باتجاهها أن يفعل الكثير وأن يصرح حتى بأمور يعني لم تكن متوقعة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عودي بشارات، وقد حدثتني عبر خدمة سكايب.